أهلا بيكم في حلقة جديدة من أسرار اللغة اليابانية. النهاردة معانا 3 أسرار كالعادة، لو اتبعتهم هيتحسن جدا الياباني بتاعك. أول سر هو الابتعاد عن كونك تنطق فلاحي. يعني إيه فلاحي؟ يعني لما بتتعلم اللغة اليابانية، إحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت إنك تبقى فلات. حلو، لما تبقى فلات وقف على كل حرف طالع متقسم. فأنا أقول مثلا كانازاوا، حلو، ده النطق الصح بقى كانازاوا. حلو، ممكن تقولها مثلا كانازاوا، والصح انك تقولها كانازاوا بالكا مش بالكا، انما ما تروحش تقولها مثلا كانازاوا، لا، ده كده انت فلاح. حلو، كده انت تروح ايه للشرقيه بالبيس تقعد فيها احسن لك، لكن فلاح ضربت اللغه اليابانيه واصبتها بفيروس الفلاح. طبعا احترمنا كل الفلاحين فوق راسنا، ولكن احنا هنا في اليابان هنقول الكلمات متقسمه كانازاوا. تمام كده، احنا في السليم. النقطه الثانيه، عشان تتعلم ياباني بسهوله اربطه بالعربي او بالاجنبي زي ما تحب. شوف انت تحب تربطه بايه، اربطه. يعني مثلا لو هنقول مثلا كلمه زي اللي اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت، كلمه دومو، حلو، ممكن تربطها في الاول بدمتم في حفظ الله. دومو دمتم، يبقى كل ما اقابل حد، مش انا كاني شفت واحد، الله، دمتم في حفظ الله، دمتم في حفظ الله، يبقى دومو دومو كده، عادي جدا تربطها الكلمتين ببعض. ماشي، مثلا انا كنت في الاول مثلا عشان اتعلم كلمه اتودي يبقى ايه اتودي، حلو، كنت بربطها ايه نوت توداي، فاهم، نوت توداي يبقى اتودي، متى اتودي، فاهمني، اتودي اتودي معناها ايه، يعني اتو اتودي معناها نوتي، نوتي معناها after، وكده دي هو الارتكل يعني. ف اتو دي، فممكن تقول نوت تو دي، يبقى شبهها، يبقى اتو دي. اربطها بالانجليزي او بالعربي تتعلم بسهوله كلمات كتيره جدا. النقطه الثالثه اللي ممكن تعملها هي word is often confused، مهمه جدا. اي كلمه بتحس ان اللي قدامك ما فهمهاش يبقى حصل confusion، خش على الدكشناري وابتدي شوفها عملت confusion مع ايه. يعني اول غلطه بيغلطها الاجانب كلمه جومي وجومان، شوف شبه بعض ازاي، جومان معناها ام سوري وجومي معناها تراش، فهتغلط في الاثنين دول اللي قدامك ممكن يعني يحصل له صدمه. جومان فاهم، بعتذرلك، تخيل انت بدل ما تقول جومان قلت الكلمه الثانيه، كارثه. النقطه في نفس النقطه دي هو عكس الكلمات، ما تتلخبطش فيها، وهي مثلا لما تقول شينسي وهي الابلكيشن، كلنا بنستخدم الكلمه دي، ابلكيشن معناها شينسي، لازم تعرف ان سي شين معناها سبيريت، وكلمه مشهوره برضه، فما تستخدمهمش ويحصل لك كونفيوجن ما بينهم. حلو، النقطه الثالثه برضه في نفس الحته دي، كتابه الكلام، مثلا كلمه كينكو وكينسيتسو، كين هنا مكتوبه بشكل شبه جدا الكين التانية، إنما دي بتاعت الكونستراكشن اللي هي كينسيتسو معناها كونستراكشن، وكينكو هي الصحة أو الهيلث، الاتنين شبه بعض، فرق ما بينهم شرطة، فتبقى تركز قوي وأنت بتقرا الكانجي ده بتاع كينسيتسو ولا بتاع كينكو. حلو، كل ما تقراها تسجلها عشان تعرف إن هنا الكين دي والكين دي يشبهوا بعض. بالتلاتة دول تتحسن إن شاء الله، كل حاجة تتحسن عندك، ومع السلامة.